السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ مستوى الأولى إعدادي، نكمل إن شاء الله في التمارين ديال المرجع المفيد الرياضيات. الدرس الأول على صفحة 16، غنخدمو على التمرين 3. نحاول أن نخدم على التمرين الأول والثاني في الفيديو اللي قبل. دابا غادي نشوفو التمرين رقم 3 اللي مطلوب منا فيه نحسبو التعابير. دونك إيفيكتيي لي كاركي سويفون أون ريسبكتون لي بريوريتي دي زوبيراسيون. دونك عندنا هاد العمليات ولا التعابير أ بي سي، خصنا نحترمو فيهم الأولوية ديال العمليات. كنعرفو بأن القسمة والضرب أو الضرب والقسمة هما الأولين، عاد كيجي موراهم الجمع والطرح. فعندنا ثلاثة ديال التعابير نكتبناهم هنايا باش نحاولو نخدمو عليهم. عندنا التعبير الأول اللي هو أ، غنبداو بالتعبير الأول. عندنا أ تساوي 15 قسمة 5 ناقص 4 زائد 12. فهنا كنلاحظو بأن عندنا القسمة وعندنا الطرح وعندنا الجمع، فهنا كنبداو بالقسمة هي الأولى. هنا جات أصلا هي الأولى، غادي نخدمو عليها هي الأولى. ممكن تكون في الوسط، راح واخا تكون في الوسط ولا في الأخير، فنشتغلو عليها هي الأولى لأن الأولوية القسمة قبل الجمع والطرح. تساوي لنا عندنا 15 قسمة 5 هي 3، ونكملو الأعداد اللي بقاو كيف ما كانوا مكتوبين. ناقص 4 زائد 12 تساوي، إذا عندنا 3 ناقص 4 زائد 12، فهنا عندنا 3 خصنا نقصو من 4. بعض الحالات كاين بعض التلاميذ غيلقاو صعوبة تنقول 3 ناقص 4 لأن 3 صغيرين، يقول لا يمكن. وكاين في المستوى الإعدادي ما كيبقاش هاد المسألة ديال لا يمكن، مثلا 3 ناقصنا من 4 هي ناقص 1. إذا جاتنا مثلا هادي صعيبة، غنديرو هاد 3 نجمعوها مع 12، 3 زائد 12 هي 15، عاد من بعد نقصو من 4. إذا نقدر نخدمو بجوج طرق، نديرو الأولى نجمعوهم 3 مع 12 هي 15، وعاد نقصو من 4 اللي هي 11. حتى عندنا الطريقة الأخرى، عندنا 3 ناقص 4 هي ناقص 1، فناقص 1 زائد 12 او 12 ناقص 1 هي 11، يعني نفس الجواب غير كتختلف الطريقه كيفاش غنحسبوه. نمشيو للتعبير الثاني اللي هو بي. بي تساوي 19 زائد 12 في 3 ناقص 24. حتى هنا عندنا العمليه الجمع والضرب والطرح، كنسبقو كما قلنا الضرب هو الاول، يعني خصنا نحسبو ديك 12 في 3 هي الاولى، عاد من بعد نكملو الحساب. اذا غنكتبو اولا تساوي 19، كنكتبو زائد وكنضربو 3 في 12، 3 في 2 6، 3 في 1 3 هي 36 ناقص 24 تساوي. إذا عندنا 19 زائد 36، إذا خدينا 6 9 زدناها على 6 فهي 15، 15 زائد 30 45، 13 55، غنقصو منها 24. إذا 5 ناقص 4 1، 5 ناقص 2 3، إذا النتيجة هي 31. وصلنا للتعبير الأخير اللي هو التعبير سي. إذا سي تتساوي لنا 38 ناقص 5 في 1.4 ناقص 1. أيضا هنا عندنا الضرب هو الأول، جا في الوسط، ولكن الأولوية كما قلنا كنسبقه هو الأول في الحساب باش تكون الحساب أو تكون النتيجة صحيحة. إذا سي تتساوي لنا، كنكتبو 38 كنديرو ناقص، وغنديرو 5 مضروبة في 1.4. عندنا 5 في 4 20، كنكتبو 0 احتفظو ب2. 5 في 1 5 و2 هي 7، هي مكتساوي 70، كتساوي لنا 7.0 لأن عندنا رقم منفصلة، وكنديرو ناقص 1 تساوي. إذا 38 إذا نقصنا من 7 هي 31، ونكتبو ناقص 1. 31 ناقص 1 هي 30، غنكونو كملنا حتى التمرين رقم 3.